أنا بكرهك بكرهك، مش هتستني هنا دقيقة واحدة. استني. أنت اللي هتغني يا نجمة. أنت اللي هتغني. أستاذ حلمي، أنت اللي جابك هنا. السمك طلع من المية ولازم أتكلم. أنا كنت في المية في البانيو والولاد جم قالوا لي في مولد نجمة. لبست القبقاب وجبت النوت الموسيقية وجيت سمعتك يا نجمة. أنت فعلا درسة وموهوبة. أنت أحق تعملي نجوم الظهر مش كوميديا. مش هيحصل. هيحصل. نيفر. إيفر. أنا نجمة الأوبريت. سيفر. والبنت دي لازم تتضرب من هنا. جربي إيفر. أنا صوتي جميل. صوتي جميل. صوتي جميل. أعطيني حرية فيني أطلق يدي. يعني نجمة مش لبيسة وكمان طلعت خطيبة كمان. وأنا ما عنديش معلومات. ده انا بقيت اقول لي هنا بقى ولا ايه؟ الضيف ربيتوا علينا ان انتوا مخطوبين. انا فوجئت ان الهانم جاي تشتغل لبيسه عند كاميليا وطلبت مني ان اخبي حقيقتها قدام الكل. يعني انتوا كده خدعتونا كلنا. اذا كان خدعتني انا اللي اسمي خطيبها وجات من ورايا علشان توصل. زي ما انت خبيت عليا وجيت وامتحنت في المسابقه من ورايا، كل ده عشان انا ما اقدمش فيها. ما تكسروش فرحتنا يا ولاد. وانت كمان يا ابني، انت خطيبها وعارفها إنها درسة وموهوبة، كان المفروض تقف جنبها وتساعدها. ممكن تصرفه من هنا بعد إذنك؟ مين ده؟ الأستاذ حسين رياض ده؟ فعلاً حسين رياض ما ينفعش اللي زيك. أنا هجيب لك اللي يعرف يتفاهم معاك. أنت يا فندي قمة الشر. كلمة الشر، جيت هنا في القناة وقدمت في الاختبارات من ورا خطيبتك عشان ما تقدمش هي فيها ويخلالك الجو مع كاميليا. اها. وانتوا عارفين الإدارة ضدكم، عملتوا ايه؟ احنا عملنا ايه؟ كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وهتبقى عاركة. انت هتخربي بيتنا وهتدمر المشروع والقناة بحالها. خلي بالك كاميليا مش سهلة. عندك حق. انت يا هانم كان المفترض انك تدخلي من الابواب المفتوحة، ولكنك فضلتي طريق الخطيئة. انت سوقتي سمعة العيلة ومش هسمح لك تدمري مستقبل السياسي. ابنك كمان لما يكبر حتواجهيه ازاي؟ حتقوليله ايه؟ لا يا هانم، انا الاسبوع الجاي هشكل الوزارة الجديدة. مش عايز اشوف وشك ولا اسمع صوتك. وابنك كمان مش هتشوفيه تاني. هفهمه ان امه ماتت في حادثة قطر داس عليها، وهفهمه إنه لازم كل يوم جمعة يزور قبرك الوهمي ويترحم عليكي. أرحم بكتير من إنه يعرف حقيقتك، إنك غلطتي في حق نفسك وفي حق ابنك وفي حق جوزك وفي حق المجتمع. هو أنت خلفتيني إمتى؟ أنا بس خلفتك إيه؟ أنا مش فاتر حمامة في نهر الحب، ولا أنا عايزة أتكلم مع حسين رياض ولا محمود المليجي ولا زكي رستو. أنا عايزة أتكلم معاك أنت يا أستاذ حلمي. أنا كنت مستنية اللحظة اللي تشوفني وتسمعني فيها. وأنا كنت مستني اللحظة دي يا أمال. كنت عايزة أتكلم معاك بس أنت ما جبتنيش على سؤالي. أبوك عارف إن رياض هو اللي قتل؟ أبوك عارف؟ أبوكي اللي ربنا اداله المال والعز والجاه ونزع من قلبه الرحمه. يا رب يا رب. ايوه نزع من قلبه الرحمه. جرى في الارض قتل سرق نهر قرى. يبقى ابوك هو اللي قتل بوي.
ابوكي هو اللي قتل ابوي. امشي قدامي، امشي امشي قدامي، امشي 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 امشي، اطلع. يا استاذ يا استاذ كمان ما تتكلمش، انت عمود جرانيت في كرنك يا بابا. عمود يا استاذ كمان انا بسمع الافلام اللي حفظتها وانا صغير، نفسي امثل يا جدع. انت جاي تاخد فرصتك معانا. وانت يا نجمه، انا كنت بستغرب واندهش انك في المحاضرات تساليني اسئله، كنت بقول مال اللبيسه بالاسئله دي. ساعتها حسيت انك عايزه تتعلمي، ودلوقتي المعلم موجود، انا هدربك وحمرنك وهتبقي من ابطال نجوم الظهر. بس انا خايفه، كاميليا مش سهله فعلا زي ما كمال قال، ممكن تمشيني من القناه. الاداره اللي تتمسك بالفشله وتستغنى عن الاكفأ وتستبعده دي اداره فاشله. عارفين يا اولاد حكايه المراكبي والثلاث حاجات اللي المفروض ينقلهم من بر لغايه البر الثاني من النهر؟ المراكبي ده معاه مركبه ومطلوب منه ينقل ثعلب ووزه وكيس حبوب. ازاي ينقلهم البر الثاني؟ خلي بالكو ان مركبه ما يسعش غير حاجه واحده بس. ازاي ينقل الثلاث حاجات دول من غير ما يخسر حاجه فيهم؟ المراكبي ياخد الثعلب الاول، صح؟ صح. وهيسيب الوزه مع الحبوب، الوزه هتاكل الحبوب. صح. ياخد الحبوب لو يا اختي عليكي، ويسيب الثعلب مع الوزه هياكل الوزه. الصح ان المراكبي لانه دايما عينه على الوزه لان هي الاضعف، ياخد الوزه الاول وينقلها البر الثاني من الشط، ويرجع بالمركب فاضيه، ياخد كيس الحبوب، يرجع البر الثاني اللي فيه الوزه. طب ما كده الوزه هتاكل الحبوب. اكمل يا حيواني. هيسيب كيس الحبوب وياخد الوزه ينقلها للبر الثاني، يسيبها وياخد الثعلب ينقله البر اللي فيه الحبوب، والثعلب ما بياكلش حبوب يبقى مش هيخسر حاجه، وفي الاخر هياخد الوزه وينقلها البر الثاني، وبكده يبقى ما خسرش ولا حاجه من الثلاثه. وده اللي هنعمله مع الثعلب. الثعلب اللي هي الاداره لازم من هنا ورايح نتصرف معاها بذكاء عشان نضمن وجود الاكفأ، ولازم الوزه تخلي بالها ان الثعلب ممكن ياكلها. فهمت يا وزه؟